ايه هو الجهاز المناعي في الاول خالص كده، وهو بيقوم بايه في جوه الجسم؟ تمام. الجهاز المناعي ده هو منحة ربانية جميلة جدا جدا، واقوى حصن دفاع لجسم الانسان، بيتولد بيه الانسان، ومش حاجة معينة جوه الجسم، يعني مش جهاز معين او عضو معين جوه جسم الانسان، هو مجرد مجموعة من الخلايا، مجموعة من الانسجة، مجموعة من الاعضاء بتتكاتف وتتشكل للدفاع عن الجسم ضد الميكروبات، ضد الاجسام الغريبة، ضد كل شيء ممكن يهدد صحة الانسان او منعته. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الجهاز المناعي ده هو بيتعرف على الخلايا الذاتية للجسم، ودي حاجة الطب مش قادر يوصلها لتفسير لحد دلوقتي، يعني هو عارف الخلايا بتاعته، واي خلل او اضطراب في الجهاز المناعي ده هو ممكن يأثر عليه بالشكل السلبي، انك يعني هو عارف الخلايا بتاعته، وبالتالي بيتعرف على الاجسام الغريبه زي الميكروبات، زي الانتيجنز، او زي ما بنسميها الاجسام الغريبه لحساسيه الاكل مثلا او الطعام، جسم غريب دخل جواه بيقدر ان هو يتعرف عليه بشكل جميل جدا وبشكل سريع جدا. بيعمل ايه بقى الجهاز المناعي؟ لو هنتكلم عن تكوين الجهاز المناعي في الجسم، زي مثلا خلايا الدم البيضاء، زي الطحال بيمثل نسبة كبيرة جدا من الجهاز المناعي، زي الجهاز الليمفاوي او الخلايا الليمفاوية، دي بتهاجم اي خلايا فتاكة جاية تهدد صحة الانسان.